تشهد مدينة حلب سوريا نشاطا يوميا للمواطنين على وقع ضعف حدة المواجهات بين قوات الجيش والمعارضة المسلحة، بعد تمكن قوات الجيش من التقدم خلال الشهور الأخيرة والسيطرة على عدد كبير من الأحياء. لقد تغير وجه حلب كثيرا، فالمدينة التي كانت عاصمة للثقافة الإسلامية في عام 2009 تغدو اليوم واحدة من أخطر جبهات العالم. مدينة مقسمة بين شرقية وغربية، يسيطر على نصفها مسلحون متشددون وعلى النصف الآخر قوات الحكومة السورية، ويستولي الخوف والرعب على كلا الجانبين. لكن عام 2014 غير وجه المدينة مرة ثانية، فالأجزاء الواقعة تحت سيطرة الدولة السورية لم تعد مخيفة بالقدر ذاته، لا سيما بعد تراجع قذائف الهاون المتساقطة على المدينة من ناحية، وبعد تقدم قوات الجيش على محاور القتال من ناحية ثانية. حركة السوق طبيعية جدا، ومفتح احنا ما مسكر 24 ساعة. طبعا قبل الأحداث أحسن، بعد الأحداث كل شيء غالي وكل شيء مرتفع. حلب كانت أم الدنيا، شو حلب؟ هلا حلب الله يكون بالعون. عرف سكان حلب بحبهم للحياة، ولم توقفهم الحرب وتبعاتها عن رغبتهم في الاستمرار، فقد عادت الحياة الليلية كما النهارية إلى معظم أحياء المدينة، وقد اعتاد الناس هنا أجواء الحرب، وزاد شعورهم بالأمان بسبب الطوق الذي تضربه قوات الحكومة على مناطق سيطرة داعش والنصرة، لا سيما بعد وصول قوات الجيش إلى مشارف طريق الكاستيلو الكاشف والمطل على طرق إمداد مسلحي المدينة مع مسلحي الريف، والذين بدورهم يستجلبون السلاح والذخيرة من الحدود التركية. نحن هون منطقة حي سبيل وجنبه، نجي لهون تقريبا كل أسبوع على هاي القهوة، هون نقعد كذا نتحاكم هيك. الحياة بحلب بدها تستمر لو ايش ما صار، يعني عم بينزل قذائف وعم بيصير مشاكل، بس نحن بدنا نضل عايشين. نحن بنجي كل فترة لهون بنحكي عن مشاكل دراسة، مشاكل حياتنا، بنتسلى مع بعض، وبعدين بنخلص وبنرجع كل واحد على بيته وحياته الطبيعية. تنفض المدينة غبار الحرب عن شوارعها مع نهاية العام، وتحاول قدر استطاعتها أن تستوعب الأعداد الكبيرة من النازحين والوافدين على مختلف انتماءاتهم ومعتقداتهم السياسية والدينية، وتتحد صلواتهم جميعا لعام قادم أكثر دفئا وأمانا.